كابتن شريف الف 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 مبروك الميداليه البرونزيه. بقول لك ايه يا كابتن علاء؟ وساحل الفوز حلو. وساحل الفوز حلو. الف مبروك جماهير النادي الاهلي، الف مبروك النادي الاهلي كله بكل من ينتمي الى النادي الاهلي. الف مبروك لينا وللكباتن العظام اللي قاعد معاهم. الف حمد وشكر ليك يا رب، نصرتنا ونصرت النادي الاهلي. التقييم اللي حصل عندنا بعد بايرن ميونخ او الرد النهارده، رد من السماء. النادي الاهلي لعب بكل خطوطه. بنشكر كل اللاعبين على راسهم ايمن اشرف والشناوي طبعا. يعني مش عايز اقول لكم مدى الفرحه اللي موجوده عندنا هنا في الاستوديو، بعيد عن فنيات بقى، بعيد عن اي حاجه. احنا الحمد لله في المكانه اللي احنا نستاهلها، وكنا نستاهل ان احنا نلعب على الفاينل، ولكن وقعنا في الشك بتاع بايرن ميونخ. فالف مبروك لينا، وعقبال بايرن ميونخ ان شاء الله المره الجايه، عشان تبقى الحكايه زي ما احنا عايزين يعني. فانا مبسوط جدا وفرحان جدا. مبروك كابتن محمود خطيب مجلس الاداره الكامل، مبروك كل البعثه الموجوده في قطر، مبروك النادي الاهلي بالقناه بكل العاملين فيها. انا يعني الحمد لله، وان شاء الله من نصر للنصر للفوز باذن الله. نرفع رايه النادي الاهلي فوق الجميع باذن الله يا رب ان شاء الله.